أولى محطاتنا لليوم مع ضيوفنا رح نبتديها من دار الأسد للثقافة والفنون، هذا الصرح الحضاري يلي عم يشهد على نبض الحياة الثقافية يلي ما توقفت بسوريا بل زاد من غزارتها وأسرارها على أنه سوريا هي مهد الحضارات والرسالات السماوية. وتحت عنوان الثقافة يوم للكلمة للإنسانية للحياة، افتتحت فعاليات يوم الثقافة السورية في ذكرى تأسيسها، وتضمن برنامج الحفل الافتتاح إطلاق 5 معارض للآلات السينمائية النادرة والفنون التشكيلية والصور الضوئية، ومعرض وثائقي من التراث، ومعرض للهيئة العامة السورية للكتاب، بالإضافة إلى أمسية موسيقية وغنائية للأوركسترا دمشق، وتكريم مثقفين وكتاب وفنانين. للحديث أكثر عن هذه التظاهرة الثقافية بصباحنا غير لليوم معنا المايسترو محمد زغلول، مدير أوركسترا دمشق، مدير مديرية المعاهد الموسيقية والبالي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا. صباح الخير. صباح الخير. صباحك دفأ. إن شاء الله. يسعد صباحك أستاذ محمد. بالبداية مثل ما ذكرنا يعني يوم الثقافة للكلمة للإنسانية للحياة، هذا العنوان بالخط العريض يلي يمكن تحت رايته أقيمت العديد من الفعاليات وأقيم العديد من الحفلات السورية بامتياز بدار الأسد للثقافة والفنون. خلينا نحكي عن هالفعاليات الكتير مهمة، هالفعاليات الثقافية يلي هي دائما بتعكس صورة الوجه الحضاري للسورية. أكيد نحن اليوم عم نحكي عن يوم وزارة الثقافة السورية، بنحكي عن ثقافة عمرها آلاف السنين، عم نحكي عن حضارة عمرها آلاف السنين، بنحكي عن بلد اليوم هو مهد الحضارات، بلد الأبجدية الأولى، بلد النوطة الموسيقية الأولى، فأكيد اليوم هي الحضارة الكبيرة وهذا الزخم الكبير من التراث السوري ما بيتلخص أكيد نحن بنهار أو بيوم. هذا اليوم كان هو للتذكير وللتأكيد على ثقافة وجدت ورح تضل موجودة رغم كل شيء اللي عم نشوفه نحن اليوم. نحن اليوم ضمن حربنا هي حرب ثقافية بامتياز، توازيا مع تضحيات الجيش العربي السوري بنوجه له التحية الكبيرة وترحم على أرواح شهدائنا. حبينا اليوم كوزارة ثقافة نضل موجودين نجسد هي الفكرة الثقافية للكلمة للإنسانية للحياة، لأنه بالنهاية نحن بهمنا الإنسان، بناء الإنسان، بناء شخصية الإنسان، بناء ثقافة وفكر الإنسان. من هون منلاقي اليوم كان في زخم كبير بيوم الثقافة السوري مثل ما حكيتوا حضرتكم أنه كان افتتاح، يعني نحن جسدنا في الكلمة من خلال معرض الكتاب، من خلال الفن التشكيلي، من خلال اليوم الموسيقى والفن اللي كان موجود على المسرح، كان حفل الفني هو أوركسترا دمشق مشاركة ضمن مع نخبة من نجوم الغناء السوري والممثلين وفرقة جولنار للرقص اللي كان مخرج العرض الأستاذ مامون الخطيب. بصراحة كان شغل جدا مهم وجدا مميز وأخذ مجهود كبير، مجهود كبير، يعني أخذ مجهود كبير بفترة للكل. أكيد يعني أنا بوجه تحية لكل الكادر من أعضاء الأوركسترا، للكورال، للمغنيين اللي كانوا معنا، للممثلين، للراقصين، للكادر بدار الأسد. كان شبه استنفار يعني، والحمد لله التعب بيروح بعد ما تكون نتيجة العمل بيكون نتيجة النجاح، وإن شاء الله نكون قدرنا نحقق الرسالة اللي كنا يعني حابين نوصلها. وبعتقد كان العرض يعني ناجح وبردة فعل الجمهور وردة فعل حتى المشاهدين. أستاذ محمد أكيد نوجه تحية لكل القائمين أكيد. على المهرجان فردا فردا وعلى الجهود المبذولة اللي عم تقام يمكن ضمن ظروف استثنائية. وقبل ما نفوت بتفاصيل الفعاليات والأنشطة قلت نقطة كتير مهمة إنه في حرب ثقافية اليوم تقام، أهمية إقامة هيدا المعرض أو الفعاليات اليوم قديش مهمة ضمن هاي الظروف الاستثنائية. يعني إحنا اليوم في تأكيد من وزارة الثقافة وباهتمام السيد وزير الأستاذ محمد الأحمد نجسد الحالة الثقافية السورية اللي موجودة. نحن بهمنا مو بس يعني كانت الفكرة هي بيوم الثقافة، حتى ضمن خطة وزارة الثقافة هذا العام بهمنا نوصل حتى على بيت الطفل، على بيت الإنسان، نرجع موضوع القراءة الكتاب، خاصة نحن اليوم بهذا الزخم من المعلوماتية والتواصل الإلكتروني ووسائل الاجتماعية، كمان نحن بهمنا اليوم موضوع الكتاب إنه يرجع لهذا البيت، يرجع للطفل، يرجع للإنسان السوري اللي هو إنسان سوري اليوم معروف بثقافته العالية بمختلف المجالات. فاليوم بتلاحظي فيه صار زخم أكبر بالنشاطات من خلال الأمسيات الموسيقية بدار الأوبرا، من خلال المعارض التشكيلية، من خلال السينما، من خلال المسرح. حتى هذا الشيء مو بس على مستوى دمشق، يعني هذا الشيء على مستوى كل المحافظات السورية. اليوم إذا بنرجع لبرنامج وزارة الثقافة وفعالياتها ضمن مديرياتها بنلاحظ اليوم كل المحافظات دون استثناء
فيها نشاطات. صحيح. من اللاذقية لحلب. يمكن نشاطات ضاعفت في ظل تمام الاسم. تمام. درعا وين يعني وين بخطر بالي كان في نشاطات وما زالت مستمرة، وهي خطة على مدار العام وليست إنه بس على مدار يوم. نعم. فيعني هذا الشيء موجود. نعم. يعني مثل ما ذكرنا فعاليات كتير مهمة أقيمت بالدار وخاصة يمكن بيوم الثقافة. خلينا نروح وننتقل ونشوف المهرجان يلي صار على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون مع زميلتنا سالي شار من حفل الافتتاح ومنرجع. أستاذ محمد، مثل ما شفنا يمكن أجواء جدا ساحرة وجميلة. خلينا نحكي عن هيدا الحفل. أهمية هيدا الحفل فيه كان يمكن توريفة خاصة. أهمية هيدا الحفل أول شيء هو كان حفل سوري، يعني سوري بامتياز. الموسيقى اليوم سورية، المؤلف اللي مؤلف أغلبية القطع والمايسترو عاصم مكارم اللي كان هو قائد الفرقة هو المؤلف الموسيقي لأغلبية الأعمال اللي سمعناها. من كل الكوادر، كان كأوركسترا، كان كممثلين، كمغنيين، ككورال، كراقصين، كله كان هو حفل يعني يوم الثقافة السورية كمان بكوادر سورية من الألف إلى الياء بكل تفاصيلها. بهذا الشيء إذا بيأكد شيء إنه بيأكد إنه نحن بلد مستمر في الحياة، مستمر. صحيح. بالعطاء،
الكوادر الوطنية اليوم موجودة رغم كل الصعوبات، رغم اليوم نحن بنعاني شوي بقلة الكوادر، ولكن الكادر اللي موجود عم بيشتغل يعني ما شاء الله عليه قد 10 كوادر من قبل 5 سنين أو 6 سنين الحرب. صحيح. فهذا الشيء هو خلق يعني حب الوطن هو عنوان وهو شيء بقلب كل إنسان، ونحن اليوم من واجبنا نضل مستمرين على المسارح، نضل مستمرين برسالتنا الثقافية، برسالتنا المحبة والسلام، وهذا اللي عم نأكد عليه بوزارة الثقافة اليوم بوجودنا باستمراريتنا يعني باختصار سوريا ليس من السهل انه حدا يمحيها او حدا يتناساها. سوريا اليوم موجوده بهمه اولادها، بهمه ابنائها، وقادره يمكن بتضاهي الموسيقى العالميه على مسارح عالميه تماما، ضمن يمكن مثل ما قلت كوادر يعني اليوم جدا قليله. اليوم يعني اليوم بنلاحظ التنوع اللي عم بتقدم فيه شبابنا الموسيقيين السوريين، مثل ما شفنا هلا عرض الافتتاح كيف كان اليوم. نحن السبت في الساعه 6 بالدار الاوبرا كمان الفرقه الوطنيه السوريه الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، كمان يعني برنامج زخم كبير وتنويعات ومنوعات من كل يعني ما بيخطر بالبال من الموسيقى. واليوم في تأكيد حتى يعني ضمن حفل اليوم فرضا تأكيد على المؤلفين السوريين الموجودين، يعني هذا ضمن أهداف الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية هي نحن إنشاء مكتبة موسيقية سورية، وهذا شيء عم تمام لمؤلفات موسيقيين سوريين مهمين من الشبابنا اللي عم يشتغلوا فيها. بنفس الوقت يوم الاثنين رح يكون كمان الفرقة الوطنية السيمفونية السورية بقيادة المايسترو ميساك بغبودريان كمان بعرض مميز جدا، هو عرض موسيقى الأفلام، الأفلام عالمية، الأفلام عالمية وأفلام معروفة، فرح تكون الأوركسترا ومع السينما مرافقة، فرح تشوفي الفيلم بعزف لايف على المسرح. كمان هي يعني شيء جديد وشيء صعب ما هو سهل يعني. نعم. اليوم كثير أكيد. يعني دائما عم نشوف ستايلات جديدة على مسرح دار الأوبرا أكيد. برغم الظروف يلي عم نمرق فيها، يعني عم نشوف جهود كثير كبيرة. يعني بحفل الافتتاح كان في رقص مع فرقة، رقص موسيقى غناء وكورال، ستايل كمان ستايلات كثير متطورة وكثير جديدة، ويمكن تأليف كمان أيضا كله جديد عم بيكون. يعني هالضخ السوري، هالضخ المواهب، بقول لك يعني هو كان حفل سوري بامتياز من أعضاء الأوركسترا للصبايا المغنيين اللي كانوا مشاركين معنا، بنوجه لهم تحية، من ميس حرب، ليندا بيطار، بشرى محفوظ، إيناس لطوف، وكان ختام الحفل مع المدام ميادة بسيليس اللي بنوجه لها التحية. فهذا الزخم مع نجومنا كمان بالتمثيل، نحن ما بدنا نظلم اسماء كثيره كانت موجوده مع الرقص، هي التوليفه وبالاخير يعني ضمن الوقت اللي كان وهالتوليفه اللي صارت يعني بتحسي انه في جو. نحن كان عنوانه على فكره يعني حط يعني البوستات على الفيسبوك كذا انه المحبه جمعتنا، المحبه جمعتنا، وكان النجاح يعني الحمد لله يعني موفق بامتياز. بنفس الوقت بحب نوه انه نحن كان بنفس الوقت في فعاليات للاطفال عن طريق مديريه المعهد الموسيقي والبالي باللاذقيه، كان في بحمص، بحما، بحلب. يوم الثقافه لم يشمل دمشق فقط، لا لا لا، يوم الثقافه كان غني بكل المحافظات السوريه وبمختلف النشاطات، من معارض تشكيليه، من ندوات، من امسيات موسيقيه، افلام سينمائيه. فهذا كان مثل ما قلت لك برنامج هو على مدار الشهر، حتى هي خطه على مدار العام، يعني نحن مو مجرد انه يوم وقفنا، فينا نقول الاوركسترا جماعيه بين جميع المحافظات كانت ومستمره. ايه ان شاء الله، ايه تماما هيك، سيمفوني ولكل المحافظات. طيب خلينا نحكي عن حفل الختام يوم الاثنين، سيقام في عده مقطوعات لاهم الافلام العالميه، من بيناتهم فيلم الرسالة للمخرج الراحل الكبير مصطفى العقاد، مصطفى العقاد اللي بنوجهله تحية، هو كان تحية لروحه، وهو توفى بالمناسبة بهذا الشهر وب 11 تشرين الثاني. اجت هي الفكرة من يعني المايسترو ميساك انه حب يعمل شيء، بتعرف الفرقة الوطنية السيمفونية السورية نحن هي بنعتبرها رأس الهرم الموسيقي بالبلد، يعني اللي كلياتنا من اعضاء فيها، بنعزف فيها وبنتشرف فيها، وحتى الباقي الاوركسترات هي بتتفرع من الفرقة الوطنية السيمفونية السورية. اليوم العمل ابدا ما هو سهل، وافلام بصراحه موسيقتها كثير صعبه يعني، وعم بتصير هلا في هو فريق عمل بالنهايه عم يشتغل على القصه، انه في موضوع مونتاج وكيف تطبقي الفيلم على نفس مده الموسيقى،
وخصوصا هي افلام يعني معروفه فما راح يكون الكل حافظها يعني الكل حافظها يعني اليوم اللي بده يجي يحضر او حتى المشاهد اللي بده يسمع فبده نحن نقدر نوصل انه هو ينسى انه اليوم في اوركسترا يعني عم يسمع كانه الفيلم هو اللي موجود الموسيقى اللي هي محفوظه بذهنه الموسيقى الاصليه. خلينا ننتقل استاذ محمد لاوركسترا دمشق، شو هو جديده من بعد يمكن هالمشاركه بيوم الافتتاح؟ خلينا نحكي عن الجديد يلي عم تحضروا. نحن الحمد لله لاوركسترا دمشق يعني عملنا عده مشاريع كانت لهلا يعني مميزه ومشاركاتها ودائما قدرت هي تحقق نجاحات بهمه اعضاء اللي موجوده. اليوم رح نجهز كمان هيك العرض مميز ان شاء الله خلال شهر اذار، نعم اول نيسان رح يكون هيك كمان مفاجاه. كمان شيء جديد اكيد شيء جديد. نحن يعني ما عم نتبع ابدا اسلوب التكرار، عم نتبع دائما اسلوب التميز بالشيء اللي بدنا نقدمه. مثل ما قلت لك نحن كمان من ضمن اهدافنا هو تسليط الضوء على المؤلفين السوريين، تقديم الموسيقى السوريه والشرقيه وحتى الكلاسيكيه بطرق جديده، نكرس حاله الثقافه الموسيقيه اللي موجوده بالبلد ضمن مثل ما حكيت يعني ضمن الشيء اللي عم يتساوى بالفرق الوطنيه للبلد اللي موجوده. استاذ محمد المايسترو محمد زغلول، شكرا لوجودك معنا وشكرا للجهود فعلا الكبيره اللي عم تقوموا فيها ولجميع العاملين على جميع الفعاليات والنشاطات المستمره لنا لنهايه هيدا الشهر. شكرا كثير لكم. شكرا لكم وشكرا دائما على التغطيه، لانه احنا والاعلام فريق واحد وبنتمنى فعلا نحن كوزاره الثقافه اليوم نكون عم نقدر وبعتقد نحن عم نشتغل بظروف كثير صعبه، ولكن يعني همنا دائما هو الانسان، بناء شخصيه الانسان، بناء شخصيه الطفل، وان شاء الله رح نضل مستمرين. ظروف صعبه والنتيجه هيك كيف والنتيجة ظروف طبيعيه تماما. نعم نحن كثير بدنا نتشكرك استاذ محمد زغلول وموفقين اكيد بكل شيء جديد. شكرا لحضورك معنا وشرفتنا. شكرا.